مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير على بركة الله وحفظه وتوفيقه. تمت بعون الله وتوفيقه انطلاقة شوطنا 21 والخاص بفئة الأبكار، نتمنى توفيقها للجميع. نتابع معكم هذه الانطلاقة المميزة والبداية والصدارة مع شعار قائد فيلق السوان المنطلق بالمركز الأول، يقدم لنا الأضحية على الصدارة. علي بن سعيد بن محمد الخاطري من يقدم لنا البداية الأولى وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني السالمية لسيف بن سعيد بن محمد الخاطري من يقدم لنا السالمية على ثاني المراكز. المركز الثالث الظبي لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري قادم بالمركز الثالث. المركز الرابع براهية لسعيد بن حمد بن محمد بن مية العفاري قادم، بينما المركز الخامس حضارة لعلي بن هزيم بن محمد المسافري من يقدم لنا حضارة على خامس المراكز. المركز السادس بلورة لعتيج بن عبد الله بن سلطان الأعواني من يقدم لنا بلورة مع المركز السادس. المركز السابع هنا تتقدم الغزيل لسعيد بن بطي بن محمد الشامسي، ومن الجانب الآخر تأتينا هنا القادمة أمجاد لسهيل بن غانم النعيمي. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، وصلت غبة مانع بن راشد بن سعيد الجبالي من يقدم لنا غبة، وتدخلت الغزيل لسعيد بن بطي الشامسي من يقدم لنا الغزيل. هذه نتيجتنا وجولتنا الأولى الرئيسية بين هذه الأسماء والشعارات الحاضرة في هذا الشوط. لنا عودة إلى الأضحية التي لا زالت بالمركز الأول، وهي تحمل شعار راك، وهي تحمل شعار قائد فيلق السوان علي بن سعيد بن محمد الخاطري من يقدم لنا الأضحية على الصدارة والبداية على المركز الأول. يا سلام يا بون هيان، يقدم لنا الأضحية على البداية الأولى. المركز الثاني هنا تتقدم قدم الظبي لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري، حاضر ابو حمد في ثاني المراكز. المركز الثالث السالمية سيف بن سعيد بن محمد الخاطري يتقدم هنا رعري تاج للمركز الثالث. المركز الرابع بلورة والشعار ابو شاهين عتيج بن عبد الله بن سلطان الاعواني من يقدم لنا بلورة رباعية على الصدارة، رباعية على البداية. وين السلام بيغادر؟ الأضحية ولا الظبي؟ الأضحية ولا الظبي؟ الخاطري والمسافري بن ضبعون وعلي بن سعيد الخاطري. الله الله، الأضحية والظبي، الظبي والأضحية. الخمسمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة، حرك يلي بتحرك، روح يلي بتروح، غادر يلي بتغادر. الأضحية والظبي، الظبي راحت، الظبي على المركز الأول لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري. يتقدم أبو حمد مع المركز الأول. المركز الثاني الأضحية لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري، شعار قائد فيلق السوان، ولكن بن ضبعون يتقدم، يبدع، يمتع الجماهير بالمركز الأول من خلال تقدم الظبي. تهانينا لك أبو حمد، محمد بن حمد بن ضبعون المسافري، سلام يا الظبي سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني الأضحية لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري. المركز الثالث ذهيبة سلاسة الذهيب لمحمد بن مبارك بن غويث. المركز الرابع بلورة لعتيج بن سلطان عبد الله العواني. المركز الخامس غبة مانع بن راشد بن سعيد الشبالي. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. تهانينا لأبو حمد على هذا الأداء الجميل.